الشعر وطني التونسي فريق بالوسطى في حراسة المرمى رامي البدو أيمن بن محمد نسيم هنيد ياسين مرياح الياس صخير الفرجاني ساسي نعيم السليت يوسف المساكني بسام أسرار في وتها ياسين الخنيسي هذه بورانتي هذه كورة مقطوعة من سام صالح المنتخب الوطني التونسي المتابعة التونسية كرة بالعمق والموجود نعيم السليت عالية الكورة أولى كرات المنتخب الفرجاني ساسي بسرعة على هجمة تونسية محاولة اختراق الكرة ناعمة نسيتي عري وقلصات ما ثماش الا تسر العرضية داخل منطقة الجزاء والكرة الأولى تنتهي عند الحارس البورندي هذا العرض الباتي العرضية من ناعمة نسيتي ترجع كرة ناعمة نسيتي يلا السرعة مطلوبة ياسين الخنيسي في الكرة ياخذها ناعمة نسيتي في الكرة هلا امسك 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 كرة عند الحارس كرة عند الحارس جوستين ديكو مرا حارس يبدل على اليسار كرة تونسية يوسف المساكني يوسف 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 المساكني داخل منطقة الجزاء الخنيسي ما ياخذش الكرة مجهود فردي ممتاز من يوسف المساكني ليوسف المساكني التمهيد وما خداش ثم مضايقة بين ثلاثة ملاعبية ياسين الخنيسي واش من المنتخب الوطني التونسي لكن نجم سجلوا على المهارات الفرديه الموجوده رامي يمر ممتاز المرور التمهيد كل لبسام الى بسام 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 فيها ضربه جزاء فيها هذه ضربه جزاء فيها ضربه جزاء لكن الحكم ينظر بسام اسرار للامانه تو نشاهد الاعاده فيها ضربه جزاء لبسام اسرار في كانت دخل داخل منطقة الجزاء وكان تم مضايق الأمن هل تشوف الإعادة كرة لبسام أسرار في يدخل داخل منطقة الجزاء واضح يعني الصورة الأولى اللي شاهدتها ما تمش كلام من غير إعادة بسام أسرار في المتابعة وهذه ضربة جزاء هذه ضربة جزاء اعتراض كان من فريدريك نتسابي ينفى مدافع المنتخب الوطني التونسي والحكم المصري سمحه الله أحمد الغندور جمع عنده في تونس هاي زفرج ضربة جزاء وهذه باليسار من بسام ومش بعيدة التصويبة اليسارية القوية من بسام السرارفي يتحرك كثيرا منذ بداية المباراة على الرواق اليمين يصوب مش بعيدة طارية في مناطق منتخب بوراندي يوسف يوسف الفرجاني فرجاني يمشي التنفيذ نعيم النسليتي هذا العرض البطيء لعادة لتصويبة أو التحرك اللي حكيت عليه من اللي صار الجير اليمين هذا نعيم النسليتي الخطورة من نعيم الركنية خطورة متواصلة من الجناح الطائر نعيم النسليتي اللي عمل موسم متميز في البطولة الفرنسية مع ديجان في المرة هذه الكرة التونسية داخل منطقة الجزاء الركنية وعلى مارتين ياخذها حارس مرمى منتخب بوراندي كل المؤشرات لطفي اتأكد وتوحي بتسجيل منتخبنا للهدف الأول ولكن إلى حد الآن باقي النتيجة دون هدف بين المنتخب الوطني التونسي في كان 2019 نفهموا أن الأمور تغيرت هذه كرة الخنيسي وثم مخالفة وثم الإنذار يتدخل الغندور كرة سريعة لتنفيذ ضربة المخالفة يوسف المساكني ويتدخل حارس المنتخب البوراندي حط الكرة في الركنية فرصة كبيرة يلا يا رياس يدخل في الكرة نعيم عطيهيل ياخذ نعيم على الجهة اليمنى نعيم السليتي سليتي سليتي نعيم نعيم ممتاز يتراقص يد اللاعب بمدافع منتخب بوراندي لازم التوزيع على تمهيد هذه كرة بسام يلا بسام بسام قد يفعلها المنتخب التونسي قد يفعلها صخيري قد يفعلها رياس امامكم على الصورة رياس الياس كاد يسجل الإعادة في مرة أولى قلت يتلاعب يترقص نعيم السليتي ممتاز التمريرة إلى بسام أسرار في سدد مرة أولى تضرب في جوستين حارس مرمى منتخب بوراندي ثم نصف طائرة كما جات خلاها الياس أسقيري ضربة الجزاء المنتخب التونسي ياسين مرياح ياسين مرياح في تنفيذ ضربة الجزاء أمامه جوستين دوكومانا حارس مرمى منتخب هولندا ياسين مرياح هل يفعلها سجل اولى مباراة اولى هدف المباراة ياسين مرياح في التنفيذ امام جوستين ياسين جوستين ياسين جوستين ياسين مرياح في التنفيذ ياسين مرياح ياسين مرياح
عليك يا ياسين مرياح على العارضة. ياسين مرياح شنو هذا يا جوستين؟ المنتخب بورانتي ضيعها هاي العادة. ياسين مرياح حتى على العارضة وضاعت الفرصة بورانتي. إذن مع ثلاثة تغييرات جديدة إن شاء الله الأداء يكون موجود. هذه كرة ياسين الخنيسي، خنيسي لكن ضعيفة كورته. هذه كرة حذاري، حذاري من بورانتي، حذاري كاديو باغت، لكن مشيت الكرة في دين الحارس فاروق من مصر. كاديو باغت المنتخب البورانتي، كرة من حامل قميص رقم 9 سايدو بالعينو سدد، لكن الكرة في دين الحارس فاروق من مصر. نعيم النسليتي يستعد للتنفيذ، كرة دخلت تحت الجزاء، تصويبة مرت أمام مهاجمي منتخبنا ومدافعي بورندي. ممكن ضربة في الفرجاني الساسي المسها، وضربة المرمى كانت قوية من نعيم النسليتي أو استدام بالمدافع. نعيم النسليتي هذه كورة، يلا 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 وينو؟ هذه كورة الثانية، الثانية إن شاء الله يوسف. لا هذه كورة نعيم السليتي عالية عالية عالية، كرة نعيمة السليتي كانت ممكن تكون ثابتة في الكان وقت تجينا نجسموها في المرمى. هذه الكرة والإعادة، نعيمة السليتي يتلاعب يدخل ويسدد، ترجع من جديد ليوسف المساكني بين كوكب من المدافعين، حب يمرر الوجه. هلا مخالفة إن شاء الله تأتي من جديد، إن شاء الله الكرة في شباك بوراندي. هذه الكرة عالية بعيدة بعيدة يا بسام، بعيدة يا بسام، يا إصرار في كورتك على مرمى جوستين ديكومانا. الإعادة من جديد كيما تابعوا الإعادة التنفيذ، لكن عالية تمشي ضربة مرمى لصالح المنتخب البورندي. من 30 متر الأخرى في مناطق المنتخب البورندي، أيمن بن محمد يفسخ المدافع الحرفية، أرضية الكرة الثانية، جول الهدف الأول، الهدف الأول طه ياسين الخنيسي، يفتتح باب التسجيل، يرسم البسمة على شفاه التونسيين، على شفاه جمهور المنتخب الوطني التونسي. هدف أول للمنتخب الوطني التونسي، وفرحة كبيرة في المدرجات. كرة ثانية وكيما جات تصويبة قوية من طه ياسين الخميسي، طه ياسين جول، هو الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي في 22 ثقة لعب. هي كيفاش بدات، شوفوا كيفاش بدات العرضية من بن محمد، كرة ثانية كيما جات قوية يمينية، هو التصويبة في مرمى المنتخب البورندي. والتغييرات القادمة، يغادر الفرجاني السيسي البديل مارك لامتي، هذا التغيير تحدثنا عليه الشاب مارك لامتي، وهذا الجمهور عامل سي الانتباه بن محمد التوسيع ومقطوع كرم الدفاع. برافو مرة أولى، ثم الثانية البدخت من بولاد حضاري، هدف والتدخل كان حاسم من فاروق بن مصطفى. قلنا منتخب ليس بالسهل، التسويبة ليوسف المساكني، هل يكون الثاني يضرب البدري أفضل من الفترة الأولى؟ القاع اللي يتلعبوا هي الختامية في التحضيرات بالنسبة للمنتخب التونسي بعد زوز انتصارات ضد العراق، هدفين مقابل صفر، ضد كرواتيا وصيف بطل العالم هدفين مقابل هدف. وادي مرر، وادي في الشبكة، وادي في الشبكة، وادي في الشبكة، باغت فاروق بن مصطفى، باغت فاروق بن مصطفى يعدلها المهاجم، يعدلها لاعب المنتخب البورندي. امامكم مع الصورة، سدد وباغتنا وباغت فاروق بن مصطفى، والعمل الكبير اللي قام به سايدو برعينو سيدريك اميسي الرقم 17 كما جات امامكم على الصوره. اميسي يعدل النتيجه في توقيت 30 دقيقه لعب. ياخذ الكره، لعيب لعيب لعيب
الثاني للمنتخب الوطني التونسي، والثاني للنصور، الثاني عن طريق نعيم سليتي. فنيات كبيرة، مهارة عالية، يفسخ الأول والثاني والثالث ويحط الكرة في الشبكة. الثاني للمنتخب الوطني التونسي، فرحة الجمهور في المدرجات بعد هدف ثاني. وانا اروع من نعيم السليتي، هيفري عاد اخذ الكره الاولى، عمل المراوغه الثانيه والثالثه ثابته في الشباك. الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي. لطفي تتغير المعطيات من جديد، اسبقيه تونسيه والثنائيه في الشباك البولنديه. وهذا المطلوب جرينتا كبيره للامانه من نعيم السليتي، ملاعبيه في قيمه نعيم السليتي، وفرحه كبيره كما شاهدوا انصار المنتخب الوطني التونسي في مدرجات ملعب اولمبي رادس. هذه المشاهد اللي نحبوها المايبه في كان مصر 2019، وان شاء الله الاختيارات الفنيه تكون طيبه كذلك. يعني جراس وحضر مرت سلامات على فيستون عبد الرزاق على عرض الكره كما تشاهد. مرت سلامات على دفاع المنتخب الوطني التونسي من عبد الرزاق فيستون، مهاجم شبيبه القبيله الجزائري. ضربت على القائم الايمن لحارس مرمى المنتخب الوطني التونسي فاروق بن مصر.